فوجئنا بان في ناس كتير عايزه الرعايه وناس جرحى عايزين يدخلوا عندنا. فانا قلت له مفتاح الباب وخليهم يدخلوا عندنا. فدخلوا عندنا، مات منهم اللي مات على ما اعتقد كان في 4 جثث على ما اعتقد. انا الحقيقه ما كنتش واقف طول الوقت، انا كنت مهموم باللي حصل فوق، انما قالوا في 4 جثث وناس كتيره جدا كانت متعوره وكان في دم كتير قوي قوي في المدخل. بعد كده واللي هقوله لكم ده يعني لاول مره هقول، بعض المتظاهرين اللي موجودين الاقباط عزل لجأوا لينا، احنا في الدور ال 11 الاستوديو، الاستوديو بتاع القناه في الدور ال 11، فلجأوا لينا. ابتدينا بعد برنامج غاليه ننقل كل اللي بيحصل على الهواء، فالهرج والمرج والضرب والقتل والاشعال والمركبات اللي بتعمل كلها نقلناها على الهواء. والتزمنا في التعليق، كان في مذيعه عندها 26 سنه وحامل في 4 شهور ونص اللي كلكم سمعتوها في الانترنت، كانت اسمها شيرين، وعلى فكره دي اسمها شيرين الوكيل وباباها رئيس الاخبار اللي انتم بتطالبوا بمحاكمته. فشيرين فشيرين كانت بتقرا، وكنا ملتزمين بالقرايه من البيانات الرسميه اللي بتطلع من وكاله انباء الشرق الاوسط، مش عشان نخفي حقائق، احنا عندنا حرفيه وعندنا مهنيه، في وقت لازم ان انت تحافظ على الناس اكتر من انك تخفي حقيقه ولا تقول. احنا مش كناش عاوزين الموضوعات تزيد عن كده. والمهم الناس طلعوا عندنا، اللي فضل يطلع عندنا اللي قدر يطلع عندنا 17 واحد، منهم قسيس. فاحنا كان قدامي حل، يعني كان قدامي اختيار ولازم اعمله، وواضح جدا جدا الناس في ناس بيطردوهم تحت، عساكر جيش وعساكر بوليس، كميات رهيبة طالعة على السلم وطالعة بتعمل ذعر وإرهاب شديد، بتكسر كل حاجة وتدمر كل حاجة، طالعين عاوزين الناس دول. فإحنا كان قدامنا حد حاج من الاتنين، يا يعني نديهم الناس دول يا يعني نقف لهم، إحنا نقول لهم إحنا اللي كنا تحت. فإحنا اخترنا الاختيار التاني، وأول مرة بقول إن إحنا الناس دول أخفيناهم عندنا. وهم دخلوا بقى دمروا كل اللي قابلوه، وكان همهم هم واحد، بيدوروا فين الاقباط اللي كانوا تحت بيتظاهروا، ودمروا الازاز ودمروا المكاتب وطلعوا الاستوديوهات ودخلوا على البنت وطلبوا من كل الناس ان هم ينزلوا في الارض، من ضمنهم البنت دي. فالبنت دي صوتت وقالت لهم ارحموني وانا حامل. اللي عايز اقوله ان احنا فضلنا طول الليل لغايه تاني يوم برضك بنحاول نحافظ على نفسنا، وفي المقام الاول بنحافظ على الاخوه اللي طلعوا يلجأوا لينا. وقدرنا بعديها ب 12 ساعه ابتدينا نخرجهم من عندنا واحد واحد. اللي عايز اقوله بقى اللي عشان تبقوا، انا كنت متخيل ان دول كلهم اقباط، اخواننا الاقباط. النهارده الصبح بس واحد كلمني منهم وعرفت ان كان من ضمنهم واحد مسلم. فاللي عايز اقوله ان كل اللي حصل ل 25 من تكسير وتدمير انا سعيد بيه جدا، ويهون 1000 مرة ويهون 50,000 مرة في مقابل ان احنا نحفظ صباع لواحد مصري لجأ لينا.